مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في فقرة الحوار الأسبوعي لهذا الأسبوع، ويسعدنا أن نستضيف في حلقة اليوم السيد رضا بن خلدون نائب عن حزب العدالة والتنمية، والسيد حسن طريق نائب عن حزب الاتحاد الاشتراكي. نناقش إذن المادة 100 من الدستور وما أثرته من نقاش في مجلس النواب بعد أن قطعت أحزاب المعارضة لجلسة مساءلة رئيس حكومة عبد الإله بن كيران. نبدأ معك سي بن خلدون. مقاطعة المعارضة هي سابقة من نوعها، خلفت ردود فعل قوية. أنتم في الأغلبية تحدثتم عن تعطيل للدستور وانقلاب ناعم على الدستور. المعارضة تعتبر بأنه هناك تقسيم غير عادل للتوقيت في هذا توقيت النقاش في هذه الجلسة. ما هو تقييمك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أنا أعتقد أنه الفصل 100 من الدستور هو مكسب كبير بالنسبة للمغرب، باعتبار أنه إذا كان قد تعود المغاربة على عدم رؤية وزير الأول السابق وعدم مساءلة الحكومة في شخصية الوزير الأول مباشرة، فاليوم المغاربة كيشوفوا رئيس حكومة، النواب البرلمانيين أغلبيتهم معارضة كيسألوا رئيس الحكومة، وبالتالي فهي مكسب كبير علينا أن نحافظ عليه. المعارضة الآن الموقف اللي اتخذت أولا من ناحية ديمقراطية هو حقها، فهي عندها السيادة في الموقف ديالها، ولكن حقنا كذلك نحن أن نعلق على هذا الموقف بما يليق. أولا فيما يتعلق بمناقشة النظام الداخلي لمجلس النواب، والآن نحن الآن بصدد النقاش للنظام الداخلي ولازالت الأمور تناقش. فالمفاجأة التي كانت هو أنه كان فرض انتظار على الأقل أن تتم المناقشة الأخيرة، هو 15 جوان كان هو واحد لدات بيتوار، واحد تاريخ باش يوقع اتفاق على كل المواد، فهذا لم يقع انتظار ديالو. ثانيا كنا كذلك كننتظروا تفاعل الإيجابي، باعتبار أن رئيس مجلس النواب السي كريم غلاب دار اقتراح وسط اللي كان فيه لم يق ما وقعش الرفض ديالو داخل ندوة الرؤساء، كان فجاء جاء جاء المقاطعة كأنها نوع من الضغط من طرف الأغلبية وليس يعني موقف عادي. اسمعوا السي طارق تفاعلا مع هذا الموقف. لا طبعا سمعنا من عند السي بن خلدون بأنه من حق الأغلبية أن تجيب بكلام لائق. وأنا متفق معه تماما، ولكن ما استمعنا إليه خاصة من تصريحات لوزير المكلف بالعلاقة مع البرلمان، والمفروض أنه تكون عنده واحد الواجب ديال التحفظ في أمور البرلمان لأنه يدبر هذه العلاقة، سمعنا أشياء غير لائقة، سمعنا أشياء من قبيل انقلاب على الدستور، طبعا كنعتقد بأنه هذا كلام كبير جدا وغير متناسب مع هذا التمرين العادي اللي كنعتقد بأنه ينخرط في تنزيل الدستور، في إجراءات الفصل 100، في إعطاء تأويل ديمقراطي للوثيقة الدستورية. كنعتبره ونشاطر السي بن خلدون على أن هذا الفصل هو مكتسب حقيقي. مساءلة رئيس الحكومة في السياسة العامة هذا شيء أساسي طالما طالبت به الأحزاب الديمقراطية في السابق. اليوم لدينا الفصل 100، كيف سننزله وكيف اجراءاته؟ هذا سؤال مطروح. مرت 7 ديال الحصص، ومنذ الحصه الاولى اللي كانت في شهر 5 2012 كانت عندنا تحفظات، ما كانش هناك تجاوب، عندنا ملاحظات متمسكين بها، وكنعتقدوا بانه الحوار يجب ان يستمر داخل مجلس النواب. كاين حوار وكاين نقاش كيف قلتوا على النظام الداخلي، ربما هناك تأويلات مختلفة للنظام الداخلي. رجعنا للمادة 157 من النظام الداخلي، كتحدث على أنه هذه الجلسة ديال المساءلة لرئيس الحكومة ينبغي أن تمنح فيها المعارضة نسبة من الأسئلة الشفوية لا تقل عن نسبة تمثيليتها. هنا كاين حديث على مسألة النسبية أو التمثيلية النسبية. كيف كتقرأوا أنتم التمثيلية النسبية سي خلدون؟ هو شوف، خصنا نكونوا واضحين في موضوع الدستور. الدستور هناك مواد وفصول كان فيها صريحا عندما يقول الدستور ان هناك ان معارضه تترأس لجنتين من ضمنها لجنه العدل والتشريع، فما تيمكنش يوقع اجتهاد عند مجلس النواب ويقترح لجنه اخرى او يقترح او يرفض للمعارضه هذا الحق. عندما يتحدث عن التمثيل النسبي بشكل صريح تحدث عنه في تشكيل المكتب ديال مجلس النواب. مواد أخرى تتحدث عن حقوق المعارضة خصوصا في المادة الفصل 10، ولكن فيما يتعلق بالتفاصيل هي غير محددة، تخص صدر إما قانون تنظيمي أو قانون عادي
او النظام الداخلي الذي نحن بصدده. اذا الان تذكير تكلمتي على اللجان انه هناك اربعه لجان تراسها المعارضه. طبعا هذا اربعه لجان تراسها المعارضه. هل هو يدخل في اطار تمويل التمثيل النسبي؟ هذا اربعه لجان تراسها المعارضه من باب لا اقول المرونه او التسامح الاغلبيه، ولكن هو روح كاين الان في البرلمان ديال التوافق، وهذه مهمه جدا. كان ممكن ان نقولوا انه نشوفوا التمثيليه النسبيه وناخذوا فقط رئاسه، لا، هذه روح اليوم في النظام الداخلي كيمشي اكثر من ذلك، يتحدثوا على الجنتين على الاقل، بمعنى ان روح التوافق موجوده. الفصل العاشر عفوا اللي وقع نقطه اساسيه اختلاف هو حول مفهوم التمثيليه النسبيه واين ستصل. هناك من يرى الفصل العاشر الذي تحدث عن مكانه المعارضه وحقوق المعارضه ومكانه المعارضه. نحن مع مكانه المعارضه، ولكن عندما نقرا الفصل الاول من الدستور تحدثوا عن فصل السلطات وعن التوازن. المفروض، لا، شو اللي كان المفروض يتدار؟ المفروض هو انه الوقت الحكومه والوقت ديال البرلمان يكون متوازن. سي طارق، لا، لابد باش تقولوا بانه حقوق المعارضه هي حقوق مكتسبه من الوثيقه الدستوريه وماشي منا او تسامح من الاغلبيه. لابد كذلك من كلمه حول التمثيليه. الدستور واضح فيما يتعلق بالتمثيليه، فيما يتعلق بتشكيل المكتب، ولكنه لا يتحدث عن التمثيل النسبي في باقي الاشياء. ولوج المعارضه لوسائل الرقابه وللتشريع غير مفروض فيه نسبه 157. اذا قراءتكم لا قراءتنا واضحه. تاويل المجلس الدستوري وقراءته وملاحظاته على النظام الداخلي كيقول بانه ما يمكنش تعطى للمعارضه حصه تقل عن التمثيليه. ما معنى هذا؟ معنى انه المجلس الدستوري كيتحدث على حد ادنى، ولكنه لا يتحدث عن السقف. الذي يجب ان يتحدث عن السقف هو النظام الداخلي، وهو الاجتهاد ديال النواب، وهو الاجتهاد ديال البرلمان، وهو الانفتاح على التجارب المقارنه. في كل دول العالم المعارضه تحظى بحقوق اكبر مما يمنحها حجم تمثيليتها. لتذكير، علاش؟ لتذكير لانه عندنا اول طريق لتذكير انه المشاهدين هناك قاعده الثلث الان اللي معمول بها، ثلث للاغلبيه، ثلث للمعارضه، وثلث لرئيس الحكومه زائد 10 دقائق. كيف يمكن تطور هاد المقاربه ديال الثلث لايجاد مخرج؟ اولا ما خصش نحولوا البرلمان الى غرفه لتسجيل الحكومه. ثانيا خصنا نبقاو في المنطق ديال فصل السلطات وديال توازنها، باش تكون عند البرلمان أداة ووظيفة رقابية ديال المساءلة خصنا نعطيو وزن للمعارضة. يعني النصف توقيت مثلا؟ النصف، أو أنا كنتحدث على المبادئ العامة، هذه أشياء يمكن أن تأتي في النقاش. كنتحدثوا على الدستور، كنتحدثوا على الفصل 10. الفصل 10 كيتحدث على المعارضة وكيعطيها وضع خاص. ما معنى وضع خاص؟ معناه أنها ماشي ما لا تعامل بمنطق التمثيل. لو كان المقصود ان نتعامل مع المعارضه بمنطق التمثيل وبمنطق ما تمثل، ما كان لنا نتحدث عن المكانه والوضع الخاص. نعم. في كل البرلمانات هو اعتقد هناك، نعم، هو لابد من توضيح بعض الامور للساده المشاهدين باش نعرفوا علاش كنهضروا. الان النظام الداخلي بالشكل اللي كيتصاغ الان ما فيش تمثيل في كثير من القضايا. مواد كثيره تعطى فيها حقوق المعارضه كبير. انما نتحدث اليوم عن تشبث المعارضه، هذا ما حقها تشبث. وكي حنا تنقولوا هذا الشيء راه وصل، راه في الاخر المطاف اذا وقع اختلاف سيذهبوا للمجلس الدستوري ليحسم. تشبثوا بماذا؟ تقول المعارضه 50% ديال الوقت كله ديال الحصه خصو يكون ديال المعارضه وحدها. و 50% الاخرى يكون فيها رئيس الحكومه و الاغلبيه. وهذا مطلوب بالنسبه لكم؟ هذا مستحيل. احنا بالنسبه لنا هذا هنا في كاين الاشكال. نعم. عمليا ذكرتي السي مستعيد، قلتي ثلث. هذا الثلث هو عباره اليوم عن واحد الحل وسط مؤقت في انتظار ما يحسموا في النظام الداخلي. شنو فيه؟ فيه رئيس الحكومه، انا ما كابيش تعمل كلمه تنازله، ولكن في واقع الامر رئيس الحكومه ما خداش اليوم 50%. تياخذ الثلث زائد 10 دقائق، والاغلبيه ثلث والمعارضه ثلث، بمعنى قد المعارضه قد اغلبيه. نعم. ما كاينش تمثيل نسبي. فالروح ديال التوافق الان كاينه، النظام الداخلي الان كيتناقش، كاين امكانيات باش هذه النقطه هذه كيفاش يمكننا نصلحوها في اتجاه اعطاء مزيد من حق المعارضه، وفي اتجاه كذلك باش نحافظوا على التوازن في السلطات. هل هذا ونحن عفوا سيدي النائبان، هل هذا، لانه هذه اكثر من سنه والعمل جاري بالنظام الداخلي وجلسات المساءله، هل هناك تأثير ديال عناصر اخرى من غير هذا النقاش حول المدميه، عناصر سياسيه في المعارضه؟ كاين بيتر الموقف ديال حزب استقلال من من لا لا من الحكومه، لا تأثيره؟ لا 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 هل لا 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 ابدا، هناك تأثير ابدا؟ موضوع حزب استقلال لا علاقه له بهذا الموضوع،
أغلبية تصوت كما ترون وتشتغل، والخلاف داخل الأغلبية هذا من نوع آخر. ولكن الحكومة تتكلم على التشويش، السي الشوباني كذلك تتكلم على التشويش. لا 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 لا، مصطلح التشويش لا عفوا يدرج إخوان كثيرا لا السياق. لا لا، من 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 شوشوش على هذا البرنامج بقضايا ماشي بصلب الموضوع. خلينا في الموضوع. الموضوع هو أن المعارضة عندها جوج ملاحظات، والأخ حسن راه غادي يشهد على هذا الشيء. هو كاين خطاب رئيس الحكومة، طريقة باش كيتعامل، وكاين التوقيت أنه عنده وقت بزاف وما كيعطيش المعارضة حق أنها تباشر واحد المهمة ديالها. ها جوج النقاط حنا جاوبنا عليهم في نواط الرؤساء. أو فيما يتعلق بخطاب رئيس الحكومة فهو حر في اختيار الطريقة المناسبة للتعبير بها عن آرائه في إطار من احترام للمؤسسات بطبيعة الحال. ما يمكنش يتلجم رئيس الحكومة كيخاطب الناس بواحد الشكل معين، طريقه معينه ديال رئيس الحكومه. كاين في كثير من الدول الثانيه فيما يخص التوقيت، حنا تقول لابد من الحوار حول التوقيت، ولهذا اعتبرنا ان المقاطعه ديال جلسه في هذه الظروف غريبه غريبه. هذا هو المصطلح اللي كنقول على المستوى المضمون الان. يعني اي معارضه تدافعون عليها؟ يعني ما هو نوعيه يعني الخطاب اللي كتبناه؟ لماذا اخترتم المعارضه هذا نقاش على الماده 100؟ كيطرح كذلك اي خطاب معارض يعني تدافعون عنه في مضمون السياسه الحكوميه؟ يعني لا، احنا هل المساله ديال قرارات جبيد الاستثمارات العموميه، هل توجهات حكوميه اخرى؟ يعني من اي منطلق تعارضون؟ لا، هناك جوج مستويات. نعم. الاتحاد الشرقي اختار المعارضه، وهي معارضة مبنية على مرجعيته الفكرية، مبنية على قراءته للنتائج، ومبنية على الاختلافات اللي يمكن تبرز في تدبير السياسات العمومية من طرف الحكومة. هذا مستوى آخر اللي كندويو عليه الآن ديال الفصل 100. حنا كنتحدثوا على تنزيل الدستور من باب إعطاء المكانة اللائقة للمعارضة. أعتقد هذا جزء من هذا التمرين اللي حنا فيه الآن، واللي وصل لعدم مشاركة في الحصة الأخيرة، هو دفاع على وضع ديال المعارضة يليق بما منحها الدستور وما منحها الفصل 10. ما كان أعتقدش بأن هذا الموقف عنده علاقة بالسياق السياسي. السبب بسيط، هو أنه منذ الجلسة الأولى اللي كانت في 12/5/2012 كان هناك تحفظات، ولكن قلنا لدينا مكتسب دستوري. هذه التحفظات يعني وصلت للذروة ديالها الآن؟ كان يمكن أن تصل الآن، وكان يمكن أن تصل شهرا قبل أو شهرا بعد. المهم أنها كانت ستصل، لأنه وقع ما كاينش تجاوب من طرف الأغلبية. ثم المعارضة اعتبرت بأنه غيكون من غير المقبول سياسيا أننا نعرقلوا، أننا نجمدوا مكتسب دستوري قوي وغني. ما هو الحل الآن يعني في ظل الوضع؟ كاين نقاش في مجلس المستشارين كذلك حول هذا الموضوع، وكاين يعني مازال ما وصلوا شيء يعني التسعودية. تعطينا السنس في الوقت المعارضة حتى في هذا الدفع. كلمة أخيرة مع الأسف انتهى الوقت. السي بن خلدون معارضة مرحبا. ما هو الحل؟ تكلمتوا على المجلس الدستوري، كيفاش كتشوفوا الأفق يعني بتركيز كيفاش الحل ديال هذه المعضلة ديال المادة 100؟ لا، هي ماشي معضلة، هو في لينا في آخر المطاف البلاد عندها هيئات يحتكم إليها. في آخر المطاف إذا لم يقع توافق هناك نظام داخلي. الآن هناك صيغة وسط الآن هي مطروحة للنقاش، وغتمشي للجنة وغتوقع مقترحات يعني ديال تعديل هذه المادة من طرف الأغلبية والمعارضة، وفي آخر المطاف غتمشي للمجلس الدستوري. ولكن حنا تنقولوا امر اساسي، حق المعارضه حقوق مكتسبه وخصنا ندافع عليها. انتظار ذلك ستنعقد الجلسه الشهريه المقبله؟ طبعا ستنعقد، لا يمكن تتعطل. ولا اظن ان الاخوه في المعارضه بغاو تعطيل الجلسه الدستوريه. هم عندهم مقترحات، حنا تنقولوا كنتمناو ان شيء يتم تجاوز زيرو في اقرب وقت. كلمه اخيره، يتم تجاوز زيرو. النظام الداخلي، هذا النظام الداخلي الموجود الان هو نظام انتقالي، درناه باش ما توقفش الحركيه، لانه كانت استحقاقات عند هذا المجلس. تنصيب الحكومه، قانون الماليه، قلنا بانه اشياء اساسيه وعميقه غادي نخليوها في من بعد. اشتغلت اللجنه النظام الداخلي اكثر من 3 شهور، واليوم عند ندوه الرؤساء وعند رؤساء الفرق واحد 89 نقاط خلافيه للتوافق السياسي، يعني من ضمنها تدبير هذه النقطه. في انتظار ذلك الجلسه المقبله الشهريه المقبله يمكن تكون غادي نسينو كاين اجتماع الان ديال ندوه الرؤساء، غادي نشوفوا شنو هي التفاعلات. شكرا جزيلا لضيفينا، نشكر السي رضا بن خلدون عن حزب العداله والتنميه، والسي حسن طريق عن حزب الاتحاد الاشتراكي لمشاركتهما في هذا النقاش معنا.